دايناميت شريم مع سر الصوص الخرافي. بالبداية حضرت تتبيلة نقع الجمبري. هضيف كل المكونات فوق الطحين. وهلأ دور الجمبري من النيوبار. حطينا زيت شعبان على النار. هنزل الجمبري بتتبيلة الطحين. وقليتهم لحتى أخذت هاللون الذهبي. وهلأ صار وقت الصوص الخرافي. الصوص ما بزبط بلا الكاتشب والمايونيز من أمريكان جورميه. هنغطس الجمبري اللي مقرمش بالصوص. ويا عيني على جمال الجمبري اللي طالع ذهبي مع الصوص. وأطيب دايناميت شريم من نيوبورت.